بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعقد هذه الأيام المؤتمر السابع لمنتدى الوحدة الإسلامية، ولكن رغم كل أجواء السرور والفرح بعقد هذا المؤتمر، إلا أنه من جانب آخر خيم على هذا المؤتمر نوع من الحزن في نفوس المؤمنين والمشاركين لغياب أخوة أعزة لنا شاركونا في مؤتمرات سابقة، خصوصا إخواننا في البحرين الأساتذة والقادة والرموز الذين كانوا يجهدون في العمل الوحدوي ويجاهدون في هذا الطريق لسنوات، الأستاذ عبد الوهاب حسين والأستاذ حسن مشيمع فرج الله عنهم، والشيخ سعيد النوري، وكل الأخوة الآخرين الذين كانوا يشاركون في المؤتمرات السابقة. ولحسن المصادفة بالأمس صادف أن اتصل سماحة الشيخ القائد المجاهد الأستاذ حسن مشيمع، ووفقني الله سبحانه وتعالى للحديث معه من داخل السجن، وكانت واقعا موضع سرور بالنسبة لي أن أسمع صوته بعد هذه السنوات الثلاث في المعتقل، والآن هو يدخل في السنة الرابعة. وعندما حدثته واقعا وجدته ثابتا شجاعا صابرا كما عهدناه، جبلا أشم لا تزحزحه العواصف. وفعلا قلت له وأنا صادق فيما قلت أننا منكم ومن إخوانكم الرموز نتعلم الصبر والثبات على المبدأ والتضحية. كانت همته عالية كما عهدناه أبو هيثم، لا يتزحزح ولا يتراجع. ذلك الأسد، ذلك البطل الذي عرفناه في خارج المعتقل، هو نفسه في داخل المعتقل. لم أشعر بلحظة أن الاعتقال والسنوات الثلاث العجاف الماضية أثرت في همته وفي إرادته وفي صلابته وفي ثباته على المبدأ والتضحية. ولذلك هكذا يكون الرجال واقعا، وهكذا يكون العظماء. العظماء يصنعون المجد ويكتبون أسماءهم ويحفرون أسماءهم واقعا حفرا في الصخور بهذه الهمة العالية وهذه النفوس الكبيرة. ورغم كل ما يعانيه من الاعتقال، مع ذلك لم يتردد في أولا مباركة هذا المؤتمر والشد على أيادي المؤتمرين من أجل وحدة الأمة، وبعث بتحياته وسلامه لكل المؤتمرين ودعواته لنجاح هذا المؤتمر. ونحن أيضا بادلناه التحية والسلام وأيضا الدعاء له بالفرج ولإخوانه الرموز بالفرج إن شاء الله. وكذلك عندما نقلت رسالة سماحة الشيخ حسن مشيمع إلى الأخوة المؤتمرين، كلهم توجه بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه وعن إخوانه الرموز، ونراه إن شاء الله قريبا منتصرا سالما غانما يشاركنا في المؤتمرات القادمة إن شاء الله ويستمر في هذا الطريق. نسأل الله له الفرج ولإخوانه جميعاً.